أحسن الله إليكم. يقول ما رأيكم فيما يقوم بإسبال ثوبه ويقول إن إسبالي ليس على سبيل الخيلاء. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من جر ثوبه خيلاء يقول صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء فإنه يتجلجل في الأرض يخسف الله به الأرض. أخبر عن رجل من السابقين من الأمم السابقة أنه قد أعجبته نفسه وما عليه من اللباس فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة سبب الكبر والخيلاء باللباس والمشية. وإسبال الثياب حرام سواء معه خيلاء أو ليس معه خيلاء. إن كان معه خيلاء فهو أشد من ناحيتين، من ناحية الإسبال ومن ناحية الخيلاء. أما إن كان جر اللباس بدون خيلاء فيحرم لأنه إسبال. وقد قال صلى الله عليه وسلم ما كان أسفل الكعبين فهو في النار، ما كان أسفل الكعبين فهو في النار، ولم يقل خيلاء بل علق الحكم بنزوله عن الكعبين. نعم.